الحباب، السلام عليكم. كي دايرين؟ صحيحه ان شاء الله تكونوا بخير، تكونوا لاباس، اموركم مزيانه يا ربي الكريم. هذا الفيديو الليله تاع اول رمضان، المهم الليله قبل ما يبدا رمضان، هذا النهار الاخر تاع العشيه. صلحت قديت شحال من حاجه، المهم قبل ما تيبدا رمضان راكم عارفين تيكون شحال من حاجه تتبغي تنظمي، شحال تتبغي تقادي، شحال تبغي تسد في شحال من حاجه. وفي نفس الوقت خاصني نوجد للسحور، يعني الليله تاع اول نهار في رمضان الكريم ضروري نوجد السحور باش ناكل، لان السحور بالنسبه ليا شي حاجه مهمه احبابي احباباتي. المهم بحرنا هنزل الفيديو لان ما كانش عندي الوقت باش ندير المونتاج. المهم كان عندي صلاح، كنت تنصلح في حويجات عريان ولدي وتنصلح في شي حاجه تاع حويجاتي. المهم بالنسبه السيدات كانوا سولوني واحد المره في واحد الفيديو، انا صراحه لولينج الفوطات وليدغا ولي سيرفييت وداك الشيء اللي تيتعلق باللولينج تاع الدار كله تيتصبن 60 على 60 درجه وفيها البخي لافاج، يعني ثلاثه سوايع تيدورو تيتصبنوا مزيان. يعني الفوطات بوحدهم تنديرهم، لي زور بوحدهم تنديرهم، يا ديك وتندير معاهم اما لي زور ولا الفوطه، تندير معاهم لي سيرفييت هذاك لو لانج تاع الكوزينه لي طوغشون وهداك الشيء. المهم وحويجاتي راه تيتصبنوا مع حويج رايان 40 درجه، الله يجعل الفراكه، وضروري انا تنصلح شي شويه، ما يمكنش نخلي الحويج بلا صلاح. المهم تنظم هذا قبل رمضان، هذا النهار قبل رمضان نظمت على اساس انني خاصني نحيد عليا شحال من حاجه جمعتها، شحال من حاجه ستفتها وقديتها، وجدت شحال من حاجه. ودارو كما قلت لكم هنوجد للسحور يا هذيك باش نتسحر، لان ما تسحرتش قد يجيني النهار صعيب. كما قلت لكم الهدف في هذا رمضان من بعد الطاعه والمغفره والصلاه والزكاه انني نقص واحد 5 كيلو. 5 كيلو ماشي بالنسبه للناس يقولوا سهله تنقصيها، ولكن من تتوصلي الربعينات راه ما تتكونش سهله. انقاص الوزن ما تيكون سهل من بعد واحد السن، يعني تكون صعيب. كاينين اللي تنقصوا 10 الكيلوات في قيطات رمضان، انا الحمد لله انا باغا نقص غير 5، البدايه غير 5 وسيدي ربي حن ومن بعد يسهل سيدي ربي. المهم على هذا الاساس هذا نهير وجدت، خاصني نغسل ولدي ليام، خاصني نقاد لي، خاصني نستف لي يا هذيك، خاصني ندير بغيت ندير تشيشه يا هذيك باش نسحر بها باش نقادها. والغد بيان سور غنبارطاجي معاكم سميتو في نفس الفيديو، غنشارك معاكم اش وجدت. كما قلت لكم انا في الفيديوهات التوعي السابقه هادو تاع رمضان بالنسبه لانقاص الوزن، انا هنحاول على اساس انني سميتو نكثر، ماشي هنحاول هنكتر من الصوبات. ودابا كملت وهنمشي نوجد لو بان لي لحباب. المهم تنعمر في لو بتي بانوار على قبلت هياخد لو بان ولدي صغير ليام. المهم تنوجد كل شيء احبابتي تنوجدو، يعني البودي وسميتو والبيجاما ولا كوش، تنكون حاطه حدايا هنايا ميتوزيل. المهم ستوك ها هو تحت. المهم عندي الفوطات، عندي الفوطات تاع لي بيبي، عندي الفوطات تاع لي بيبي، عندي شي 5 ولكن اليوم جبت هذه. المهم كل نهار ونهارو، المهم عطا الله الفوطات. المهم اليوم هزيت هذه يا ديك، سخنت لو غادياتور، شعلت الغادياتور باش يسخن لا سال دو بان، طفيتو دابا لانني غنجيبو كيستيون دو سيكوريتي كي تنخاف. المهم اللي خاف نجا. المهم تنوجد كل شيء قبل ما نجيب وليدي لي هاديك باش نكون مرتاحه. وجدت ليه حتى البيبرون لا دوزيت مع الحليب مع الماء، وجدتو ليه باش نكون مرتاحه. المهم انا كما انا راه ما تندوش ليه يوميا باش نكون واضحه معاكم، ها هو الستوك هنايا عندي، ما تندوش ليه يوميا، مره ولا جوج مرات في الاسبوع. وقبل ما تدوش قبل ما ندوش ليه انا دوشت وبدلت حوايجي وجمعت شعري بسميتو، جمعت شعري باش نكون مرتاحه. المهم هاد المساله تاع لو بان بالنسبه لولدي خاصها تكون واحد سميتو واحد الوقيته زوينه، وبيان سور تنفيريفي.
تنفيغي في الماء. ها هي انا حطيت هذيك تنفيغي في الماء ونجبد هاد ليبونج. ليبونج سميتو رطيبه هي هذيك. وغنهز وغنقرب حدايا هذا سميتو كريم بيبي هي هذيك. شامبوان منو جيل دوش هي هذيك. المهم بلوكيت هاد الباب بهذيك البونجا باش نكون مرتاحه. ايوا باش يكون كلشي منظم صراحه لله. بالنسبه ليا مره ولا جوج مرات في السيمانه ما حدو باقي. دابا كاين البرد وداك الشيء كافيه لحباب. مهم قابلت ولدي داز نهار زوين. مهم وجدت تشيشه ها هي نتنسحر هذا الليله تاع اول نهار في رمضان. المهم بحركت بندير ليه المونتاج الفيديو نط. ردعت ولدي وتسحرت كما قلت لكم. انا هنكتر بزاف الحسوات والخضره بزاف قطعة رمضان ان شاء الله. يا هذيك المهم انا عزيز عليا التشيشه متسحرت بها. شربت جوج جبابن وكليت شويه تاع التمر. يا هذيك ثلاثه التمرات كليت وكليت واحد البريوه. مهم ضروري ضروري هناكل شويه تاع بريوه ولا شويه تاع جوج شباكيات لان ما يمكنش عندي شباكيه وعندي التمر. ضروري شويه تاع التمر تاع هو بالنسبه ليا. المهم الحمد لله الحمد لله الحسوه تتشد تشيشه تتشد في المعده. يعني بالنسبه للنهار الاول الليله تاع الصباح تاع اول ليله تاع رمضان ضروري ناكل في السحور. وهتشوفوا ان شاء الله راه الاغلبيه تاع الفيديوهات تاوعي ان شاء الله اللي هنشارك معكم ضروري تنوض نسحر. لان بالنسبه ليا السحور مهم. لان كما قلت لكم انا غير هنفطر في رمضان يعني فطور وهناكل سميتو سليلو في مع ديك العشرة ولا مع ديك الحداعش يا هذيك وهنتسحر. يعني ما هناكلش تاني بزاف. المهم هاد الحلوه اللي شتوها راه كنت مصايباها ولكن راه ما نسيتها ما قربتش ليها نهائيا. ما نسيتها ما حتى شي حاجه. واحد السكوت في الليل في السحور لان الليل سميتو منها رضعت ولدي وحطيته حدايا. ها هو ليام حطيته حدايا سميتو تنتسحر هو حدايا وقابلته ورضعته وبدلت ليه لاكوش والحمد لله الحمد لله. المهم دابا غنشارك معكم الغد احبابي. الحريره درت فيها شويه تاع الكبسه. المهم كنخلي الحريره الحباب. المهم درت فيها كويرات تاع شويه تاع الكبسه العداس الحمص شويه تاع الفول الكرافات. المهم رضعوا الكزبر هنديرو حتى لاخر. انا نديرو حتى لاخر باش يبقى يبان يبقى باين البنه تاعو تبقى باينه. المهم هندير هاد المطيشه ها هي فيها مرصوات. المهم انا تندير حريرتي تندير الحريره بكري نديرها بكري لان في الاخر تاع العشيه ما نكذبش عليكم في العشيه بحال هكذا من ابارتيغ هذيك الربعه ولا شي حاجه تنخاف تتشدني السخفه بعد النوبات. المهم الاحسن نديرها على تيساع مع الصباح غنديرها على قبلت يومين. المهم انا دائما عيني كبيره تندير بزاف ولكن هادشي اللي عطاني الصيد ربي. المهم غنديرها على قبلت يومين. المهم حتى كانت على قبل 3 ايام ماشي مشكل. انا تتعجبني الحريره نشربها في الفطور ونشرب منها الجبانيه في السحور. المهم باش يدوز عندي رمضان مزيان خاص ضروري نوض نسحر لان ما تسحرتش تتشدني يا ربي تسمح لي السخفه تنعيا. المهم والحمد لله الحمد لله كل نهار ورزقه وخير وبركه. ما تناكلش شي ماكله كثيره. ولدي هو بدا تيفيق. ما تناكلش ماكله كثيره وانا الهدف عندي ان ناكل الخضره ناكل شويه تاع البروتين ضروري سميتو الكميه تكون معقوله. كميه تكون معقوله احبابي احباباتي
يا هذيك، ومنها يكون هذا رمضان بالنسبه ليا وجيبه باش الجسم يتنقى، وهذوك الكيلوات اللي هزيتهم فوقيت تاع الحمل نحيدهم، ولا نحيد غير واحد 5 كيلو كما قلت لكم الهدف عندي هو نطيب واحد 5 كيلو، وبيان سور اغذيه متوازنه ونكثر الخضره. والخضره تنحاول نختارها الصراحه لله، تنحاول نختارها تكون ما فيهاش البيستيسيد، ما فيهاش مواد كيماويه، والحمد لله والشكر لله على كل خير، والله يفرح كل واحد، والله يشافي المريض، والله يسهل على الجميع. الحباب المهم تنخليها تقلى شي شويه، تنخليها تقلى شي شويه، ومن بعد راح نزيد عليها الماء ونسدها وطيب على خاطرها واحد 20 دقيقه. يا هذيك المهم من تدور الصفاره تتبدا الدور تنخليها واحد 20 ولا ربع ساعه، يعني ضروري نسمع ديك الصفاره بدات تدور، ومن بعد نبدا نحسب. ومن بعد هندورها بنزيد عليها مطيشه، ما تنديرش انا الكونسونطري تاع مطيشه، تندير لا بيوري تاع مطيشه. هي هذيك نص ساعه عيني ميزاني، ونزيد عليها شويه تاع لافارين كومبليت. هي هذيك نشوف واش عندي الشوفان، نقد ندورها بالشوفان، ونزيد عليها نزيد شي شويه تاع هذوك لي بات شويه تاع لي زرفابي ولا الشعريه، نشوف واش عندي. المهم نشوف واش عندي وندورها بيها. فوالا هادشي اللي كان حبابي الحباب. درت هنايا شويه تاع الدقيق، فوالا فارين دو بلي، ودرت هنا شويه تاع الروز وشويه تاع لي بات الفابي شويه. المهم هيا تتبقبق، هنزيد الدقيق وهنزيد هاد المسائل وهندير شويه تاع السمن، والله يجعل البركه ونخليها ترتاح. وهنايا قليت لي شامبينيون مع الثومه، وهندير واحد ندير شي حاجه مع واحد لاباط فويتي ولا لاباط بريزي. فوالا والله يجعل البركه. الحباب هاني رجعت تاني، البيضه ضروري نحرك هاد البيضه وهاللوحه مع الحريره، وهنزيد الربيع والقزبر في الاخر، ضروري هذاك شويه تاع الربيع والقزبر في الاخر ضروري باش ينسم، ونخليها ترتاح وصافي والله يجعل البركه. المهم نخليها ما نزيد البيض تبدا تبقبق مزيان. فوالا انا ما تعجبنيش تكون ثقيله، وما تعجبنيش تكون خفيفه، خاصها شويه شويه، وحيت دابا صيبتها بكري راه ما يوصل الوقيته تاع الفطور تجمع شويه، وهاي تطلق هذاك الدقيق وهذاك الروز وهذوك لي بات اللي حت فيها شي شويه، يعني هاد تجمع. فوالا هادشي اللي كاين، انا ضروري تكون طيبه 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 مزيان الحاجه، والحمد لله. الحباب هذا هو فطوري بالنسبه للنهار الاول تاع رمضان. المهم هزيت من الكوكوت ودرت فيه هاد الجميله الحريره. المهم هاد الفطور اللي تتشوفوا فيه راه ناكل فيه يومين، الحريره هي اللي هنتسحر بيها، يعني داك الشيء اللي هنفطر بيه هنتسحر بيه يومين باش ما نعذبش راسي وما نمحنش راسي وباش ما نضيعش، تضيع ما بغاش السيد ربي. المهم هذا هو فطوري كان بالنسبه اليومين الاولين تاع رمضان. الحباب كما قلت لكم هذا الفطور الحريره والكيش، المهم هما الفطور تاعي اللي كان بالنسبه نهار السبت ونهار الحد، الله يجعل البركه لا للضياع وفي خير وبركه. المهم ومن بعد راه نبدا ندير غير الصوبات، لان الحريره راه ثقيله حتى هي، يعني دابا مبغيتش نبدا رمضان بالحريره لان عزيز عليا، وفي الايام الجايه ان شاء الله هيكونوا بزاف الصوبات. خليت لكم الصحه والسلامه والعافيه، والله يفرحكم ورمضان كريم.